منطقي انه واشنطن لا تستطيع اجبار تل ابيب على شيء، لا تستطيع اجبارها على ان تعطي الفلسطينيين حقهم من اموال الضرائب، لا تستطيع ان تقنعهم بايقاف الحرب. يعني لا يوجد منطق في هذا الكلام دكتور ايمن. يعني امريكا هي الراعي الرسمي للعدو الاسرائيلي، للاحتلال الاسرائيلي. يعني استاذ الامير الامور تقيس في الشواهد، ان كانت تستطيع فلماذا تستجدي في الافراج عن اموال الشعب الفلسطيني؟ هي تستطيع، انا لا اختلف معك انها تستطيع ان توقف الحرب اذا قررت وقف التمويل لهذه الحرب من خلال ارسال الدخائر وارسال الاموال لدعم الاحتلال، فهذا الاحتلال لن يتحمل طبعا الا اذا وجد طبعا دوله اخرى ترعاها مثل بريطانيا او غيرها، لكن ان تخلت عنه امريكا بشكل كامل ورفعت يدها منظمه الايباك عنه فسينهار هذا الاحتلال، نحن ندرك ذلك جيدا، ولكن الامريكان واضح انهم لا يريدوا ان يستخدموا كل ضغطهم الا اذا كانت طبعا يعني نحن يعني اصحاب انا من ضمنهم المقتنعين بنظريه المؤامره، فهؤلاء الذين ياتون لنظام الحكم في الولايات المتحده الامريكيه ليسوا اكثر من دمى، لان الدوله العميقه هي التي تقود استراتيجيات الدوله في العلاقه مع الاحتلال او في العلاقه مع غيره، وبالتالي واضح ان كما قال سيلفان شالوم حين عندما كان مستشارا لأولمرت قال هناك قوة عظمى لا تريد لهذا الصراع ان ينتهي، اذا الامريكان او الدولة العميقة في امريكا لا تريد لهذا الصراع ان ينتهي، وبالتالي لابد من ان يبقى هذا الصراع مستمرا، والتمويل واضح من الغرب بشكل كبير جدا. الغريب كما اشرنا ان طبعا بلينكن يتحدث نحن طلبنا، وقبل ذلك بايدن قال نحن طلبنا بالافراج عن اموال السلطة، ورغم ذلك لم يسمح بذلك. عندما يتحدث الامريكان بلسان الاحتلال باننا ان الحرب يجب ان تستمر ولكن للقضاء على حماس ولكن برؤيه اخرى، وهذه الرؤيه التي تتحدث عنها الجيش الاسرائيلي هي اعاده التموضع للتشرد وتنفيذ عمليات نوعيه داخل عمق قطاع غزه، هذا ما يقوله الاحتلال. فماذا تتوقع في الفتره المقبله دكتور ايمن؟ انا اتوقع ان يعيد الاحتلال تموضعه في عده مناطق في غزه لانتقال للمرحله الثالثه التي تحدث عنها جيش الاحتلال، والامريكان يرضيهم ذلك طبعا، تخفيف من عدد الشهداء الفلسطينيين قد بالنسبه للامريكان قد يخفف عليهم الضغط، واستهداف نوع من الاحتلال كما طبعا طرحوا في تنفيذ عمليه نوعيه يوميه ضد قطاع غزه، هذا يعني باستهداف كما يقرروا في قيادات او عناصر من حركه حماس او المقاومه، هذا يرضي الامريكان الذين يستعدون بعد 10 شهور للانتخابات، وكل الدلائل تؤكد ان بايدن والديمقراطيين سيخسروا هذه الانتخابات، وبالتالي قد نستمر هذه الحرب حتى نهاية هذا العام، وقد يوافق حينها الأمريكان على إصدار قرار مجلس الأمن بوقف الحرب طبعا كما حدث في ديسمبر عام 2016 عندما خسر الديمقراطيين الانتخابات ووافقوا على تمرير قرار 23/34 الذي يدين الاستيطان في حينه، وللأسف أستاذ الأمير سننتظر هذه الحرب حتى نهاية هذا العام. شكرا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. إذن يتوقع أن تبقى هذه الحرب حتى نهاية هذا العام، حتى الانتخابات الأمريكية. ده توقع صراحة صعب جدا وسيء، لكن ربما يكون واقعي.